أما هالأنوار بفقرتنا الطبية رح نحكي عن موضوع يمكن كتير بنسمع عنه وكتير بنشوفه سواء بين الشباب أو حتى الصبايا، وهو ممكن يعمل يمكن مثل ما بنقول نحن أزمة نفسية، قلة ثقة بالنفس، اللي هي حب الشباب. نور، قدي ممكن تعمل خجل خاصة عند المراهقين؟ فهذا الموضوع حب الشباب شو أسبابه وشو طرق علاجه رح نحكي عنه بالتفصيل مع الدكتورة رهف علي، اختصاصية بالأمراض الجلدية. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نقول مو أي حب فينا نعتبره حب شباب، يعني لكل الصبايا اللي عم يتابعونا، بس خلينا نعرف شو هو حب الشباب طبيا أكثر لكل اللي عم يتابعنا. هلأ هو بداية حب الشباب مرض شائع جدا، يعني نحن من الشكايات اليومية اللي منشوفها بالعيادة، حتى منشوفها أكثر من مرة باليوم الواحد. صحيح. بالتعريف هو مرض التهابي مزمن بيصيب الوحدة الشعرية الزهمية، يعني الجريب الشعري والغدة الزهمية اللي بتكون ملحقة فيه. مرض بشكل 16% من الأمراض الجلدية، وتقريبا حوالي 80% من المراهقين حول العالم انصابوا بفترة معينة من حياتهم بحب شباب ولو خفيف، يعني خفيف الدرجة. طبعا هو من أمراض فترة المراهقة أكثر شيء وحول البلوغ، بيتراوح العمر الأشعي على الإصابة ما بين 12 ما بين 24. طبعا ما أنه محصور بهذا العمر، ممكن نشوفه بأعمار أقل، ممكن نشوفه بأعمار أكبر حسب السبب. غالبا لما بنشوفه بأعمار أبكر من عمر 12 سنة بنفكر وقتها ببلوغ مبكر مثلا، أو ممكن حتى يطلع عند الوليد، يعني بنشوفه بمنتهى بمختلف الأعمار. ممكن يستمر عند يعني بعض العالم لفوق 24 سنة، وخاصة أخص بالذكر هون الإناث، يعني الإناث ممكن يستمر عندهم حب الشباب أو ما يسمى علميا بالعد الشائع لبعد عمر 25 سنة، أو حتى يبلش بعد عمر 30 سنة. كمان هون غالبا بتكون التغيرات الهرمونية هي المسيطرة، خاصة زيادة الهرمون الذكوري هي الأندروجين، فممكن نشوفه بمنتهى بمختلف المراحل العمرية. طبعا بيصيب الجنسين بالتساوي سواء كان ذكور سواء كان خاصة بالوجه إيناث. دكتورة؟ لا طبعا، ممكن مناطق الإفراز الزهمي أو المناطق اللي بيكون فيها فرط بالإفراز الزهمي أو زيادة إنتاج الزهم بالوجه، على الصدر، على الظهر، هدول كلهم. يعني أنا بشوف كثير مرضى بيقولوا لي إنه إيه بس هذا مو حب شباب. لا، هو هذا حب شباب. نعم، لأنه يمكن المتعارف عليه أكثر إنه ممكن بالوجه. يكون بالوجه. دائما السؤال دكتورة إنه في طريقة حياة أو تصرف أو عناية بالبشرة ممكن تكون خاطئة، أو حب الشباب ممكن يطلع بحسب المرحلة العمرية اللي حكينا عنها. دائما بنسأل شو هي الأسباب اللي بتأدي لحب الشباب على اختلاف المراحل العمرية. تمام. هلأ الأسباب، يعني هو بالأخير مرض متعدد العوامل، ما فينا نقول أنه طلعت هاي الحبي بهذا العمر معناتها هذا السبب، لا، هو غالبا تآزر عدة عوامل سوا مع بعضها. أهم الأسباب أو أشياء الأسباب وخاصة أنا بالمجتمع هي الهرمونية، سواء كان يعني بأي مرحلة عمرية معينة، زيادة الهرمون الذكوري خاصة الأندروجين، وهو بما أنه من أمراض من فترة المراهقة وحول البلوغ بيكون التغيرات الهرمونية هون على أشدة. كمان ممكن يرتبط عند الإناث باضطرابات بالدورة الشهرية، بكيسات على المبيض، بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات البي سي أو، كمان ممكن يرتبط فيهم يعني بأي شكل. هلا حب الشباب ممكن يكون عرض لمرض آخر، يعني ممكن من خلال حب الشباب نوصل لأمراض أو متلازمات معينة بشكل حب الشباب أحد أعراضه. مثل دكتورة؟ في كثير متلازمات، فرط نسج الكدر، يعني متلازمات أكثر شيء بيدخل فيها الأندروجين بالآلية الأمراضية، متلازمات غدية. لهيك واجبنا نحن كأطباء جلدية إنه نشوف ناخذ استشارة غدية، استشارة نسائية، تأكد إنه على الأقل ننفي السبب. دكتورة كمان شو دخل تحليل السكر؟ بنسمع أوقات إنه بعض الأطباء الجلدية بيطلبوا يمكن تحليل سكر. تحليل سكر؟ لا، هو ما له ارتباط. هلا الفكرة إنه متلازمة المبيض متعدد الكيسات هي بتشمل على عدة مظاهر، إحدى مظاهرها هي المقاومة على الأنسولين. فممكن إنه مرضى أو مريضات متلازمة المبيض متعدد الكيسات إنه يكون عندهم مقاومة على الأنسولين بتأهب هي لسكري مستقبلي، يعني بس إنه ما في ارتباط واضح. طيب دكتورة خلينا نحكي مثلا عن الأسباب الرئيسية لحب الشباب، تختلف إن كان ذكر وأنثى، وبتقلك مثلا أنا بمرحلة المراهقة ما طلع لي حب شباب، طلع لي بفترة مؤخرة. تمام. كمان الدور العمر قديش تمام. بيلعب دور. هو في كتير عم قلك أسباب غير الأسباب الهرمونية، بس تختلف يعني إذا بنقول بين البنت طبعا هلا الذكور ما عندنا أسباب هرمونية، ممكن تتحكم الوراثي عند الذكور مثلا، لأنه الوراثي بتحدد نشاط وعدد وحجم الغدة الذهنية، ممكن نمط التغذية كمان كثير بيأثر، إذا كانت الحمية عالية السكريات وخاصة الشوكولا، إذا كان في مشتقات الحليب، وهذا سؤال كثير بينطرح عندي بالعيادة إنه أنا اللي باكله بيأثر، وخاصة من الشباب. إيه ممكن
ممكن يكون في علاقه، يعني خاصه مشتقات الحليب والحميه عاليه السكريات. ممكن العمر، يعني في ناس بتقول لك مثلا انا ما طلع لي بعد سن ال 20 غالبا اللي بيظهر عندنا باعمار اكبر فغالبا بترتبط بتغيرات هرمونيه واشياء عند النساء، عند الذكور غالبا بيجي بمرحله المراهقه وبيكون اشد بمرحله المراهقه. طبعا من الاسباب الثانيه اللي حابه انوه عنها هي مستحضرات التجميل. يعني كونها مستحضرات تجميل يعني شائعه جدا عندنا، خاصه الى قوام زيت الفاونديشن. يعني نحن ما يعني ما بصير نستخدمه بشكل يومي، ما بصير نستخدمه على مدى عده ساعات، والاكيد الاكيد انه ما لازم ننام والميك اب على وجهنا، هذا الشيء مفروغ منه. من اكثر الاخطاء ممكن اللي نشوفها بين الصبايا. بس دكتوره دائما ممكن الحل يكون متاخر، ممكن الصبايا يلجؤوا للدكتور كحل نهائي، يسمعوا مثلا فئتي استخدمت هذا المستحضر وكنت حابه كان هي الشباب فاجأ بالنتيجه العكسيه. اذا بدنا نحكي برحله العلاج ممكن اوقات تترك ندوب واثار للاسف تكون كارثيه بالنسبه للشخص. صحيح، ما له علاج. هو للصراحه له تاثير نفسي سيء على حياه المريض بشكل عام، ممكن يستمر. اهم فكره بدي نوه عليها انه الدواء اللي جابته جارتك او خالتك او بنت عمتك ما تجربيه انت، ما تستشري ولا تشربي اكيد، لانه كل حدا منا هو حاله مرضيه خاصه. كل حدا عنده نوع بشرة معين، عنده مشاكل معينة. يعني إذا كانت الحالة زؤان ما فيني أنا عالجة مثل كانت الحالة حبوب حمراء ملتهبة. إذا كانت الحالة خفيفة الشدة مو مثل متوسطة الشدة. يعني بتختلف طريقة العلاج كتير. بداية أول شيء كقواعد عامة بالعلاج، أهم شيء صبر المريض ومطاوعته على العلاج، أتأكد أنه هذا المريض أنا حيكفي معي. إنه كتير عالم مثلا ببلشوا بالشوط العلاجي شهر تمام بيتركوا بيصير في عنا مشاكل أكبر. أهم شيء إني أخذ رضا المريض، موافقته، مطاوعته معي، وبعدين بقى منبلش. هي حكاية شوي بدها صبر. منبلش مبدئيا بالغسولات الموضعية. غالبا بشرة المرضى اللي بيعانوا من حب شباب هي بشرة ذهنية، فبتحتاج لغسول بيحوي على نوع من التقشير سواء كان ساليسيك أسيد أو لاكتيك أسيد. بعدها ممكن مثلا أنه نبلش بالكريمات الموضعية تكون على شكل صادات أو مقشرات. إذا كانت الحالة زؤان نستخدم مقشرات اللي هي الريتينوئيدات الموضعية، إذا كانت الحالة بقى ملتهبة بس محدودة الانتشار نستخدم لها صادات موضعية. بالحالات الأشد بنلجأ لاستخدام الفموي، يعني علاج الفموي بالصادات. ممكن نستمر عليه فترة في حال فشل ما سبق، يعني فشل كل هاي الأنواع، أو في حال كان من البداية العد مبلش بشكل شديد قوي تمام شكل عقيدة أو شكل كيسة أو مائل للتندب، وقتها من ممكن نلجأ لمشتقات الفيتامين A أو علميا يسمى الإيزوتريتينوين اللي هو تجاريا الريتان أو الهيماتريت، وقتها منبلش فيه. يعني دائما بنتوجه للريتان كآخر خيار. بس ذكرتي نقطة كتير مهمة هي أنواع حب الشباب، لأنه بنختلف أنواع أكيد. بتلاقي في ناس عندها حب صغير، في ناس مثل ما قلتي حب أحمر طبعاً كتير ملتهب وعليه رؤوس بيضة. هون بيكون موضوع العلاج مختلف، شو أسبابه؟ يعني دائما بنشوف مثل ما قلتي البشرة الدهنية لأكثر إصابة بحب الشباب، بس يعني في مراحل ليوصل. في ناس لا، فورا عندهم بتلاقي الحب كبيرة حمراء ملتهبة بطريقة كتير قوية. صحيح. هلا اغلب من الحالات الوراثيه بتتحدد بهي، لان هي بتتحدد مثلك بنشاط وعدد وحجم الغدد الذهنيه. بس هي بشكل عام لحتى نفهم الفكره بدنا نفهم الاليه المرضيه تبع حب الشباب. يعني بدايه الموضوع بيصير انه في جريب شعري عندنا، بيصير في زياده تكاثر الخلايا الكيراتينيه الموجوده فيه، فبيصير في انسداد عندي بهذا الجريب. اضافه لهيك بيصير بيترافق هاي الحاله مع فرط افراز الزهم، فهون بتنسد بس ما بتنسد بشكل كامل. هاي بقى المرحله الاولى من مراحل حمل الشباب اللي اسمها الرؤوس السوداء او الزؤان المفتوح. لما بينسد كامل جريب الشعري حتى الفتحه على مستوى الفتحه بيصير بقى الزؤان المغلق او الرؤوس البيضاء، او بيعبر عنه المريض انه انا عندي حبوب ناعمه او حبوب تحت الجلد او يعني بهي المصطلحات. هلا ممكن الزؤان المفتوح او الاسود انه يعمل ندوب من اول شيء اذا كانت الحاله مرضيه شديده ممكن. يعني مو ضروري توصل للمرحله الثانيه اللي هي المرحله الالتهابيه. المرحله الالتهابيه حبوب حمراء يعني بتكون ملتهبه، ممكن تعبي قيح بتسميها بثرات بقى لما بتعبي قيح. في حال ما تعالج المريض طبعا كل مرحله، في حال عالجناها بوقتها بيمشي الحال، اما في حال استمرينا اكثر فحتطور الحاله المرضيه لاشكال شديده وغالبا مايله للتندب. نعم. بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا حل. شكرا على الاستضافه الحلوه. شكرا لك دكتوره. ومثل ما قلتي يمكن هي اهم شيء التوجه الى الطبيب والاستشاره الطبيه بيعطي يمكن فعاليه ونتيجه عاليه. اهم شيء ما نستشير اللي حوالينا ولا اي دواء يمكن حدا مجربه فينا نجربه على بشرتنا. شكرا كثير. شكرا لكم.